في انطلاقات وفعاليات وأحداث هذا السباق المحلي السادس وثالث أيامه. اليوم هو يوم اللقاية، الفترة الصباحية خاصة بالأشواط العامة، والموعد في تمام الساعة الواحدة من مساء هذا اليوم مع الأشواط المفتوحة. أتمنى التوفيق والنجاح والناموس لكل المشاركين. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل هذا الشوط وهو الخامس من مجموع أشواط الفترة الصباحية، وهذا يعتبر الثالث لفئة اللقاية البكار. ومقدمة الشوط مباشرة الظبي تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها البريك بن عجيان بن مجدور الغفران المري على المركز الأول وفي صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، تتقدم مرعوشة، تعود ملكيتها لعلي بن سعيد بن سالم الكتبي. ننتقل من مرعوشة إلى المركز الثالث، ومن تتقدم تقود المنطلقات من الخلف شكرا لمخرجنا العزيز، هذه على شاشة الكادر الفوقاني حاملة الرقم 13 وأيضا طموح المالك الرقم الأول، هذه الجازي لشبيب محمد بن عمير الرمزاني النعيمي. تليها على المركز الرابع مباشرة من تتقدم أيضا بدورها وتتسلل حاملة الرقم 7، هذه الرهو جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي بشعار نهاب، تتقدم في هذا الشوط المركز الخامس. مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم اللي من الجانب الآخر وتحمل الرقم 5 المتحدة حمد بن خجيم بن علي آل عذبة المري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، وعلى الهواء مباشرة في هذا النقل الحي والنقل المباشر من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على الهواء مباشرة تنطلق مرعوشة، وعلى الكادر الفوقاني يا سلام علي بن سعيد بن سالم الاكتبي تتقدم بخطى ثابتة إلى لوحة 3 كيلومترات لتقص شريط هذه اللوحة وهذه اللافتة التي من بعدها نبدأ في الهبوط التدريجي والاقتراب من خط النهاية. يا سلام، وبعد ذلك معرفة الفائز اللي بتطرش السلامات. وين بتروح سلامات هذا الشوط؟ المركز الثاني فزعة، أول نداء لفزعة، من تفزع في هذه اللحظات وتتقدم إلى المركز الثاني. يا سلام، فزعة لصالح بن عمير بن عرار النعيمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أول نداء لمن تتقدم غزلان عامر بن راشد بن سعيد آل بريس، ودخول وتسلل أعزائي المتابعين اهتمام مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، يتقدم شعاره مباشرة من المراكز الخلفية إلى ثاني المراكز. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتقدم هنا ميلاف نايف بن صالح بن علي اليامي، أحد ضيوفنا الأعزاء يقدم لنا ميلاف، كل التوفيق يا اليامي لك ولضيوفنا الأعزاء. دخول وتسلل وتقدم أيضا من أحد الشعارات المعروفة مزنة لمحمد بن فهيد بن عبد الله المري، هذه نتيجتنا. وأيضا دخول وأيضا انطلاق على عالم النداء ودائرة النداء الظفرة، تصل الظفرة في هذه اللحظات سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى من تتقدم فزعة، صالح بن عمير بن عرار الرمزاني، ودخول من شعار البرنس يتقدم الدوحة، تخترق الصفوف وتخترق حاجز الصوت محمد بن طالب بن عقيل النابت المري على المركز الثاني مباشرة، اللي غيرت إلى المركز الأول. الظفرة 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 مباشرة من المراكز الخلفية إلى المركز الأول، هذه الظفرة مشاهدينا الأعزاء. سيف بن ساري بن بلوش المزروعي يقدم لنا الظفرة في المركز الأول، الدوحة تليها ثانية في المركز الثاني محمد بن طالب بن عقيل النابت، وعلى المركز الثالث اهتمام اهتمام لمطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، ووصلت ميلاف وصلت ميلاف على المركز الثالث مباشرة. نايف بن صالح بن علي اليامي المركز الخامس
الامس مباشرة ايها الاعزاء مزنة لمحمد بن فهيد بن عبد الله المري. هذه النتيجة ايها الاعزاء، ونقترب من لوحة ال 1500 متر الاخيرة، واختلط الحابل بالنابل وقطار من البكار ومن الشعارات التي تتقدم وتتحرك. يا سلام لمن المركز الاول يا متابعين، لمن هذا الفوز الكل يبحث ويتمنى المركز الاول ويسعى اليه. الفوز غالي والناموس غالي. يا سلام اللي يبي الناموس ويدور السيف يشري السبوق اللي عليها الكلامي. اشعارها يربك هالشوط لا شيف، والذاع لا من روح الشوط حامي. شكل جميل يفوق كل التواصيف، وسبق يبل الكبد من كان ضامي. طويلة الغارب وذاني مشاريف، وعنق طويل ما به الا العظامي. مسلوب تدرعان ما طاهن خفيف، تجدي الظبي نديره شوف رامي. يا سلام يا سلام. اذا الدوحة على المركز الاول، الكيلو متر الاخير. متابعينا الاعزاء، من يريد الفوز؟ هذه الدوحة لمحمد بن طالب بن عقيل النابت على المركز الاول. المركز الثاني الظفرة، الظفرة خطيرة، الظفرة خطيرة 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 مع الشعار المزروعي، ولكن دخول، ولكن دخول، وأيضا ضيفة على النداء الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد تصل، شعار بن عبيد يصل، أيضا وصول من خيرة بندر بن محمد بن راشد بن شابل. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى الدوحة، شعار العزرة من فازت بأول أشواط الحقائق في يوم الأمس، قامت راس العزرة وأنهت راس بهذا الشعار، وأيضا اليوم يقدم لنا الدوحة. ولكن الخطورة تصل في هذه اللحظات، تصل وتتقدم هنا الشاهينية، الشاهينية والظفرة أيضا اللي قلت لها خطيرة، ولكن الدوحة، ولكن الدوحة إلى الريان، إلى الريان شعار وقود من فازت معنا قبل قليل. والنقطة الثانية إلى شعار البرنس وإلى والده الكريم محمد بن طالب بن عقيل. أسعد الله صباحك يا أبو جر الله في صباح هذا اليوم يا أبو طالب. الله صباحك ورد وفل وياسمين، وسلام يا الريان سلام، سلام يا الريان سلام على هذا الفوز المستحق. الدوحة تهدي السلام إلى أبناء الدوحة وإلى أبناء الشحانية في صباح هذا اليوم. يبدع هذا الشعار، يبدع كما أبدع في يوم الأمس ودائما وأبدا. وسلام يا البرنس سلام على هذا الفوز المستحق. الدوحة تصل إلى خط النهاية قاطعة خط النهاية ومحققة المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد المريزيق. المركز الثالث الظفرة سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من فجر صالح بن مسلب بن طالب بن عقيل. المركز الخامس، المركز الخامس اهتمام لمطر بن راشد بن مفتاح الشامسي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، الجوائز النقدية القيمة للعشرة المراكز الأولى. هذه الدوحة تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الخمسة كيلومترات في توقيت زمني مميز، 7 دقائق 56 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل النابت المري، وتهانينا والناموس لأبنائه الكرام. المركز الثاني تصل في ثاني المراكز الشاهينية توقيتها 8 دقائق ثانية 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث الظفرة 8 دقائق 5 ثواني 44 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك الظفرة سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. تهانينا.